إن التأمل في خلق الله تعالى للكون يرى عظمة وقدرة الله ومعجزاته ويتعجب لقدرته ويزداد إيمانا، فكل شيء في الأرض والسماء بقدرة الله تعالى. فالإنسان يتحكم في كل حواسه وتحركاته، أكيد في مركز يتحكم بذلك. أهلا وسهلا بكم في قناة لايت لايف. دماغ الإنسان تبلغ كتلة دماغ الإنسان البالغ في المتوسط حوالي 1.2 إلى 1.4 كيلو جرام. بيتكون دماغ الإنسان من نحو حوالي 100 مليار خلية عصبية تتشابك تلك الخلايا ببعضها البعض. طيب، عايزين نتعرف على مخ الإنسان والدماغ، إيه الفرق بينهم وده موقعه فين؟ مخ الإنسان بيكون الجزء الأكبر من الدماغ للإنسان من نصف الكرة المخية، والمخ الذي بيملأ الجزء الأكبر من جمجمتك. مهمته إيه بيكون مخ الإنسان؟ التذكر والتفكير والشعور، والمخ موقعه بيكون في خلف الرأس. مكونات الدماغ بتكون من دماغ أمامي ودماغ متوسط وجزء الدماغ ودماغ خلفي وجزء من الرأس وجهاز عصبي مركزي. ايه هي بتكون وظيفة الدماغ؟ تعد وظائف الدماغ غامضة وملحوظة على حد سواء، فكل الأفكار والمعتقدات والذكريات والسلوكيات والأمزجة تنشأ داخل الدماغ، والدماغ هو موقع التفكير ومركز التحكم في الجسم كله. والدماغ تنسق القدرات على التحرك واللمس والشم والتذوق والسمع والرؤية، ويمكن الأشخاص من تشكيل الكلمات والتواصل معهم والتعامل مع الأرقام. كمان من وظائف الدماغ اللي انت لو بتفكر في اي شيء، عايز تعمل اي حاجة، بتراجع الدماغ جميع المحفزات والمنبهات من الاعضاء الداخلية وسطح الجسم والعيون. الى وقتنا هذا لم يقترب اي جهاز كمبيوتر من مطابقة قدرات الدماغ البشري، وده دليل على قدرة الله تعالى. طيب، ازاي نحافظ على النعمة اللي ربنا اوهبها لينا وهي الدماغ البشرية؟ تحتاج الى تغذية مستمرة من الدم والاكسجين، تقدر بحوالي إلى 20% من تدفق الدم إلى القلب، ويمكن أن يسبب فقدان تدفق الدم إلى الدماغ إلى اضطرابات كثيرة. إزاي نحافظ على نعم ربنا؟ شوف حواليك ونفسك وتأمل خلق الله تعالى، هتلاقي فيه نعم كثيرة فيه، وتأمل واسأل نفسك هل حافظت على هذه النعم؟ ولأن أبسط ما نقوله عن نعم الله تعالى هو مخ الإنسان، وهو مركز وتحكم بهذا الكيان الكبير وهو الإنسان. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. كان معكم علي محمد في قناة لايت لايف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.